احنا هون على مشارف لوسي عم نستنى فريق يونغ انجينيرز جاي من بيروت رابحين الاول على لبنان، عم ننتظرهم هنا لحتى نبارك لهم بإدارة فاطمة إبراهيم سليمان وعبد الله وين الشباب يلا روح علينا اجي جبريل البطل ما شاء الله خير جبريل والله بفضل جهود التيتشرز وجهود الطلاب والحمد لله وفضل الله اولا واخرا ما شاء الله الحمد لله دعاء بيروت وتجيبوا الاوائل الله كم تقرز ربحنا يا عمي كم تقرز ربحنا ما شاء الله الالمنتري والجونيور ما شاء الله شفت كيف يونغ انجينيرز يا ما امي علي يا ايه برابيس يا برابيس شو برا ضارب المقربون مبروكين يونغ انجينيرز ايه بطل برابيس يا مبارك مبارك لينا مبارك مباركين احنا شو السلام عليكم ما شاء الله شباب ابطال ما شاء الله مبروكين داخلين لوسي فائزين ما شاء الله استقبال في لوسي السلطان داخلين لوسي انجينيرز فائزين على لبنان رتبتين المرتبة الأولى والثانية يعني ما تو ليفل أرضو فيه تيب المرتبة الأولى يلا يونغ انجينيرز الفائز الأول على لبنان السلام عليكم أنا عبد الله الصيفي عليكم السلام ورحمة الله
معنا عبد الله الصيفي من يونغ انجينيرز. عبد الله، اول شيء شو شعوركم بالفوز؟ شعور كثير حلو، مبسوطين كثير، لك مثل ما شايف عم نحتفل حفله حلوه ما شاء الله. كم كان في مشترك من عندكم؟ مشترك في لبنان في تقريبا 50 فريق. 50 فريق، 50 فريق من لبنان كله. بالكاتيجوري تبعنا. بغير كاتيجوري كيف في اكثر؟ اكثر كاتيجوري. كم فريق اخذتوا من هون؟ كم طالب؟ اخذنا 3 طلاب والحمد لله ربحنا 3 طلاب. ايه 3 طلاب. مين هن؟ عبد القادر الصيفي وخالد ياسين وموسى. وكل ربحوا؟ وكل شو ربحتوا؟ جبتوا النتيجة؟ ربحنا فيرست بليس. فيرست بليس على لبنان. على لبنان ما شاء الله. يلا يا عبد القادر. السلام عليكم. وعليكم السلام. عبودي السلام عليكم. شو عملت ربحت الجائزة؟ استغلت. شو كان طبيعة الامتحان هاي؟ كنا كثير متوترين. كثير بس اشتغلنا. لازم تعملوا شغل بوقت معين. شو هو كان في ال ما بتشتغل زياده، تنفذ كل وقتك للشغل. ايه ضلينا 6 ساعات باليوم. 6 ساعات عم تتمرنوا؟ ايه ما شاء الله. 6 ساعات 14. يلا طيب، يلا عبد الله. وفزتوا فرجيني؟ ما شاء الله، الله يعطيكم العافيه. ما شاء الله ما شاء الله. عبد الله بده يجي معنا ولا لا؟ عبد الله سر حالك. عبد الله سر عبد الله. ايه سر عبد الله. عبد الله فريقك الاول؟ لا الفريق ربح الاول. سي ما شاء الله. انت دربتهم؟ انا دربتهم. ايه ولا بطل الله عنك والله. على لبنان كله؟ ها على لبنان. ايه على لبنان. شو اسم اللي تشاركوا فيها؟ الانجينير. المبروك على مبروك فريق نحن. الكاس، كاس الذهب، الكاس الذهب. يا الله المدينه الذهبيه تاخذ الاعلاميه الارسنال. حسين صيفي في يونغ انجينير. 1 2 3 يونغ انجينير. الله اكبر الله اكبر ولله الحمد. يونغ انجينير. يونغ انجينير. فاطمه السلام عليكم. المسابقه اللي اشتركتوا فيها ببيروت شو كان اسمها؟ نعم، المسابقه اللي اشتركتوا فيها ببيروت شو كان اسمها؟ اسمها وورد روبوتيك اولمبياد. وورد روبوتيك اولمبياد. احنا من هاول وربحنا مركز اول. انجينير من البقاع الغربي، من سلطان يعقوب، من جيب جنين، وربحنا الاول. على البحر على الترابط. ربحنا كل على 50 فريق يعني. ما شاء الله ما شاء الله. شو عملتوا هناك؟ شو كان في تدريبات كثير، بس شو اعطوكم لتعملوا؟ بيعطونا ميشنز لازم نخلصها تشالنجز بوقت معين يعني. وانت خلصتوا قبل كل العالم؟ خلصنا احسن من كل العالم فيك تقول. لكن روحي ما شاء الله والله. ما شاء الله. مش اسرع، احسن. احسن. ما شاء الله، الله يعطيكم العافيه. شو تقولي كلمات اخيره؟ بقول كلمه. شو اسمه؟ فخوره بنفسك اول شيء. بالكفاءات نحن من حب نشتغل كرمال شبابنا يتطوروا ويبينوا في كل العالم كمان ان شاء الله. ان شاء الله ربي الله يعطيكم العافيه.
بشارك فيه صابر. ايوه انا شوبي ليش رايك بهالفوز ولا الفوز هذا؟ الفوز بيرفع الراس ولا بيرفع الراس والله بالتكنولوجي. ايوه انا ايوه انا اجى الشوكولا اجى الشوكولا اجى الشوكولا. شكرا عمو ما شاء الله. هاي هاي اكبر هاي. ما طلع عبودي ما شاء الله عنه. مثل لبنان عبد الله بتمثل لبنان. عبد الله بتروح على غير مطرح اسم مثل لبنان بدنا نروح على تركيا. على تركيا وانت انت بدك تروح بالاول لما كيف شو بدك تروح معهم انت مع مين مع الفريق تبع ما في فرق ربح. فرجيني فرجيني علي اللي قال الله لا والله وين الرب حنين كله يخافوا مع بعض وين الرب حنين بعد موسى ما شاء الله احسن تيتشر يا رب. طيب والله اكبر هي الله يعطيك العافيه يا رب. تيتشر عبد الله تيتشر عبد الله والله جاي هالكين. مبارك ليونج انجينيرز التفوق على لبنان. مبارك للاداره فاطمه ابراهيم سليمان وعبد الله حسين الصيفي وكل الفائزين. حياكم الله. هذا حسين بن علي الصيفي من قناة حسين صيفي تي في.